معانا الفقرة الأخيرة دلوقتي المدير الفني الكفء الكابتن علاء عبده. شرفنا كابتن علاء. أهلا بحضرتك كابتن أسامة، وأهلا بقناة النادي الأهلي. أيضا معانا المدرب العام الكابتن محمد صلاح. شرفنا كابتن محمد. شرفنا بيك يا كابتن أسامة، ومبسوط إن أنا مع حضرتك النهاردة على قناة النادي الأهلي. صوتك واطي كده مع اللعيبة؟ لا طبعا. حاجة تانية. لا، عشان إحنا بس عندنا ماتش بكرة واتأخرنا وحاسس إن كده لسه. بس طيب. كابتن علاء، شايف النادي الاهلي هو بيحسم، او فريق 2005 هو بيحسم بطوله الجمهوريه قبلها بسبع جولات، شايف الانجاز ده ازاي؟ والله احنا يمكن انا اتفقت مع اللعيبه ومع الجهاز الفني الكلام ده تقريبا من دي 1 اتكلمنا فيه من اول يوم، ان النادي الاهلي طول عمره بياخد الدوري الجمهوريه والدوري الناشئين والبرايم، فهي مش حاجه جديده. فانا بالنسبه لي انا يعني دايما بحب اعمل حاجه مختلفه، فاتفقنا ان احنا لازم نعمل حاجه مختلفه، وكان الاتفاق بتاعنا ان احنا نبذل مجهود ان احنا نوصل فرق 20 نقطة عن اقرب منافسين، والحمد لله. يعني هدف حطه مع اللعيبه. اتفقنا، كنا عندنا سفريه بره القاهره، وكان في اجتماع في السفريه دي تقريبا كان الاسماعيلي. واتفقنا ان احنا في وعد بيننا وبين اللعيبه ان احنا نوصل لفرق 20 نقطة، اقوى هجوم واقوى دفاع، نعمل ارقام مختلفة وارقام جديدة، واللعيبه كانت على قد المسؤوليه والجهاز الفني، والحمد لله الماتش اللي حسمنا فيه الدوري حسبناه كمان ب 22 نقطه مش 20 نقطه يعني. كويس. كابتن محمد، وانا بكلم اللعيبه دلوقتي لسه متبقي مباريات، قالوا لنا الجهاز الفني كابتن علاء وكابتن محمد برضو واخدين المباريات المتبقيه بنفس القوه، حتى طبعًا. بالرغم ان احنا حسمنا بطوله الدوري. طبعا ده مهم جدا ان احنا نكمل. مهم جدا ان احنا نكمل بنفس الاداء، لان الاداء عندنا رقم واحد. احنا بنهتم جدا بالاداء، لان الاداء هو اللي هيوصلنا ان احنا نعمل نتيجه. مش هينفع نلعب ماتش، ممكن تلعب ماتش وحش وتكسب، بس مش هتقدر تلعب دوري كامل وحش وتكسب. فعشان كده كنا نقدر مركزين جدا في حته الاداء وتطوير الاداء الفردي والجماعي، عشان احنا خلصنا مرحله البطوله، بعد كده عندنا هدف تاني ان احنا نصعد اللعيبه للفرق الاكبر. الهدف الثالث ان التطوير كمان اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك، لان احنا كان عندنا لعيبه بتشارك بصفه اساسيه شويه، بعديها في ناس بتاخد مجموعه اقل، في مجموعه ما شاركتش بصفه اساسيه، فكنا عايزين ان احنا الفتره الجايه نقدر ان احنا نشارك اللعيبه كلها. تمام. كابتن علاء، وانت شغال في المسابقه دايما عينك على البطوله رقم واحد، ولا عينك انك تصنع لاعب للنادي الاهلي، ولا دايما حريص على الاثنين؟ بص كابتن، هو دايما في مرحله الناشئين والشباب انت بتشتغل على ثلاث محاور. اول حاجه تطوير اداء الفريق ككل، بعد كده تطوير اداء اللعيبه، وتالت حاجه اللي هو البطوله، ان انت في الاخر تالت حاجه البطوله. انا بالنسبه لي تالت حاجه البطوله، خصوصا ان انت لو اشتغلت على تطوير اداء اللعيبه بشكل كويس وتطوير اداء الفريق، انت في الاخر النتيجه هتبقى البطوله. وده فعلا اللي حصل معانا السنه دي، اشتغلنا تكتيك جماعي بشكل كبير جدا، اذا كان على المستوى الهجومي والدفاعي او التحولات. واشتغلنا شغل انديفيدوال او تخصصي مع اللعيبه، ده اللي بيطور اللعيب بشكل كبير. بالظبط، انت في الاخر الشغل الجماعي محتاج انهاء فردي من اللعيبه. وفي الاخر انت هتلاقي النتيجه انت بتاخد الدوري. فالحمد لله السنه دي نجحنا في ثلاث حاجات، ونجحنا في الحاجه الرابعه والاهم، النهارده عندنا ست لعيبه بيشاركوا مع فريق 2003 بصوره اساسيه، وان شاء الله في الفتره اللي جايه يبقى في عدد اكبر من اللعيبه. سبق لك مسكت منتخب القاهره 2005. تمام. في منتخب مصر خلاص هيتكون، ان شاء الله هيبقى عندنا عدد كبير من فريق النادي الاهلي، صح؟ وانا ماسك منتخب القاهره قبل ما نروح بطوله العالم في اليابان، العاصم كان اكبر عدد من النادي الاهلي. كويس. ويمكن مع السنين والفتره الثلاث سنين فرق، في لعيبه كتير اتطورت، والنادي الاهلي اشترى برضه لعيبه، وفي لعيبه جات له. فاعتقد ان اغلب القوام الاساسي هيكون منتخب مصر من النادي الاهلي، ان فريق 2005 فيه في كل مركز منافسه بين اثنين او ثلاث لعيبه. تمام. كابتن محمد، اخيرا علشان هنعمل الاحتفاليه الكبيره ليكوا دلوقتي، ممكن تكونوا كسبانين ماتش مع النادي الاهلي، وانت والكابتن علاء ممكن تكونوا زعلانين من اللعيبه؟ طبعا، عشان الاداء. دايما يا كابتن، دايما انا دايما ما يعني انا اسف يا كابتن صلاح، بس انا النقطه دي كانت مهمه. انا دايما بيبقى اهم حاجه عند الاداء، مره طلعنا كسبانين 3-4 وزعلان من اللعيبه، كنت زعلان منهم جدا. ماتش امبي يا كابتن علاء حصل ان احنا كنا كسبانين 3 وعملنا محاضره بعد الماتش مع اللعيبه، عنفناهم لان الاداء ما كانش على المستوى. بس وانا بشكركم شكرا جزيلا، وكمان بهنيكم على الانجاز العظيم.